يا لهوي ياما صاروخ. يا مدام يا مدام زلط هيك كده لسه واقف. الله اسمه زلط. الله ده اسم رومانسي قوي. على فكره هو لسه واقف. ياكل يا فندم بالهنا والشفا. ده انا شاري السندوتش ده مخصوص عشانه. نفعوا صفيه كريم الحسين. هلا رفعت. الله حادثة. اخبارك ايه؟ خلفت؟ طلقت. ايه ده بصرة وانا كمان. المهم انت اخبار شغلك ايه؟ مش كنت بتشتغلي في شركة كوزماتيكس؟ دي اللي بتعمل اكل الكلاب اللي في العاشر من رمضان. لا بتاعت مكياج سبتها من زمان ودلوقتي فاتحة بيوتي سنتر. كارت. Thank you. بالنسبة لي ممكن كارت. ممكن واحد تاني. ليه؟ عشان لو حبيت اروح البيوتي مرتين يعني. على فكرة ده للسيدات فقط. والله؟ خلاص هبقى اجيب تيتا وناخد فكرة برضو. تحبوا تيجوا معايا؟ ده قريب قوي من هنا. انا كنت بس بمشي زلط شوية وراجعين على طول. والله فكرة برضو يعني نتمشى مع بعض كلنا يعني ومعانا الاستاذ زلط برضو ما فيهاش حاجة يعني. يلا 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 بينا. يعني مشروع كده على جود شو. كل ده عملتيه بعد التخرج اكيد معاكي شركة. ولا شريك ده ملكي لوحدي. ازاي بس يعني مشروع زي ده عايزه على الاقل 3 او 4 رجال اعمال. انا جربت الرجاله في كل حاجه. جواز بزنس ما بينفعوش قلتهم احسن. اتفضلوا هنا عاملاه مكياج وكفر. امال الجيم فين؟ الجيم والجاكوزي فوق. ازيك يا عيسى؟ طب بالنسبه للمشايز فوق برضو؟ مساج. مشاز. مساج. مشاز. ايه رايك؟ هايل هايل هايل. فيري ستايلش. مالك؟ فرحان في ايه؟ جيجي هو في غيرها؟ مش مفيش مين؟ كبر. لطيف قوي الجهاز ده. اصل هو بيحبها قوي ومرتبط بيها جدا. حتى وصلت 2 صحابه من ايام الجامعه عشان يصفوها. مها ودينا. مها شكري ودينا مندور؟ ولقيته في ثانيه بيطير في الهواء. والناس فضلت واقفه في ذهول. لكن معرفتش. اطلع بسرعه. اطلع اطلع.